بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق زدان، والنهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض خدعة انقسام الخلية في برنامج الإكسل. زي ما انت شايف كده قدامك، ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. ان انا عندي خلية واحدة زي A1 كده، واقسمها نصين بحيث ان يكون في نص فيها مكتوب فيه كلام والنص التاني مكتوب فيه كلام تاني خالص، وكل نص منهم واخد لون معين مثلا، وكمان الكلام اللي فيه واخد لون مختلف. تعالوا بقى مع بعض النهاردة نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. مبدئيا كده ده الشيت اللي انا هشتغل عليه النهاردة، اللي انا عايز اقسم الخلية بتاعته نصين واكتب فيها كلام فوق وكلام تحت مختلفين عن بعض. اول حاجة هعملها هكبر الزوم كده بتاع الشيت بتاعي عشان عايز اعرف اشوف الخلية دي اللي هي A1 بمنتهى الدقة، عشان هعمل عليها شغل مهم دلوقتي. هكبرها بزوم على قد ما اقدر، وهاجي هنا على الخلية A1 دي كده، وهعمل insert و shapes، وهختار الاختيار ده اللي هو right triangle، وهرسم هنا المثلث بتاعي كده. اخلي بالي بقى الحتة المهمة جدا يا جماعة، ان الخلية بتاعتي تكون مع ابعاد المثلث بالظبط، يعني اخلي المثلث فعلا ماشي مع ابعاد الخليه زي ما انت شايف كده قدامك. ولو ما كانش مظبوط بتظبطه، يعني حاول تظبطه من هنا كده لحد ما يظبط معاك على الخليه بالظبط كده، ومن تحت ومن فوق ومن الجناب كلها، يعني بحيث انه يكون المثلث مظبوط كويس جدا جوانبه مع جوانب الخليه، عشان الخط ده يطلع مظبوط فعلا من اول الخليه فوق لحد اخر الخليه تحت. تمام كده، تقريبا هو كده مظبوط. لما تظبط الخط ده كده، لما تيجي بقى تكبر الخليه، بص كده هتلاقي المثلث فعلا كبر معايا بنفس المقاييس بنفس الزوايا، ما تغيرش فيه حاجه. تمام، ده كله عشان احنا ظابطين من الاول المثلث صح مع الخليه. تمام، بعد كده واحنا محددين المثلث ده كده، هنيجي هنا على فورمات، وهنا من شيب فيل، واختار اللون اللي انا عايزه اعمله للنص ده من الخليه، وليكن مثلا على سبيل المثال هو اللون الاصفر. وهنا شيب اوت لاين، هختار اللون اللي انا عايزه يبقى يحدد الخليه من بره، هنخلي مثلا لون اسود او حاجه زي كده. تمام، بص كده الشكل واضح معانا ان هو مظبوط. هاجي بعد كده واقول له انسرت وتكست بوكس، وهاجي هنا ارسم التكست بوكس بتاعي، وهكتب فيه الكلام اللي انا عايز اكتبه اللي هو قلنا عليه نيم، واديله بقى اللون اللي انا عايزه، وكمان اخليه بولد. وانا كده واقف على التكست بوكس كده، هاجي على فورمات، وهاجي هنا على الشيب فيل واخليها نو فيل، وعلى الشيب اوت لاين اخليها نو اوت لاين. بص كده هتلاقي كلمه نيم مكتوبه مظبوطه، مفيش حواليها حاجه. ممكن بقى اجيبها يمين شويه او شمال شويه لحد ما اظبطها زي ما انا عايز. تمام، انا كده ظبطتها. هنيجي بعد كده على النص التاني اللي فاضل عندنا، اللي انا اكتب فيه الشهور بتاعتنا. هاجي كده على الخليه نفسها، اقف عليها، مجرد ما اقف على الخليه واكتب فيها هنا كلمه months month، واخلي كمان حجم الخط بتاعها نفس حجم الخط اللي انا كتبته في نيم، كان تقريبا الحجم خط 11، وعملته بولد. تمام، هلاحظ هنا ان الشهر months مكتوبه ومختفيه مش ظاهره معايا. هحدد الخليه كده زي ما باين قدامك، وهاجي هنا على الاختيارات دي كده، هختار الاختيار ده اللي هو فوق ده، والاختيار يمين كده بالظبط كده. تمام، زي ما انت شايف كده قدامك، عرفنا نوصل في الاخر ان احنا نقسم الخليه نصين، ونص فوق نكتب فيه كلام وياخد لون معين، ونص تحت نكتب فيه كلام وياخد لون تاني معين خالص. لو حبيت اغير اللون بتاع مانس ده كده هحدده، وهاجي هنا على الفورمات بتاعنا واختار لون تاني زي ما انا عايز، مثلا اصفر او حاجه زي كده اهو. تمام كده، وبكده يكون درس النهارده انتهى. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجديده اللي انا بنزلها، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.